عندنا اول مركب عندنا دي سايكلوسيرين، احنا قلنا عندنا ثلاث مركبات طبعا نسوي انهبيشن للسيل وول سينثيسيس ميكانيكيه تختلف عن بنسيلين سيفالوس فولين وجماعتها اللي هي كانت يعني لو كان انهبيت دي ترانسبيبتيز انزايم. هنا أنا لا هنا أنا يشتغلون كل واحد حيشتغل بميكانيكية مختلفة عن الثاني. مثل دي سايكلوسيرين، هذا دي سايكلوسيرين هذا simple molecule produced by هذا النوع من البكتيريا streptomyces gyrophilus تمام which has a broad spectrum of activity. هذا act within the cytoplasm by preventing the formation of D-alanine عن طريق mimicking the structure of D-alanine وinhibiting للإنزيم هو racemase enzyme L-alanine racemase enzyme اللي هو مسؤول عن تحويل L-alanine إلى D-alanine. كذلك يسوي inhibition للD-alanine ligase اللي هو مسؤول عن linking of 2 D-alanine D-alanine moiety together تمام. هذا شغل D-cycloserine تمام. راح يسوي inhibition لهذا الإنزيم racemase enzyme هذا الإنزيم راسميز، وكن هنا ايضا انزيم مسؤول عن ارتباط الدي الانين دي الانين اللي هو لايجيز يسموه لايجيز انزيم مسؤول عن ارتباط الدي الانين دي الانين سوية تمام. زين عندي هنا بعد شيء عندي البكتيريا السين، البكتيريا السين ايضا derived from باسيلس هاي نوع من الباسيلاي تمام. هذا وين حيرتبط لي؟ هذا سوي حيرتبط لي بال هذه الليبيد كارير هنا حيرتبط لي يجي يرتبط لي هذا البكتيريا السين يرتبط لي بالليبيد كارير اللي هو مسؤول عن الترانسبورتيشن اوف او يعني الهولدنج او ترانسبورتيشن اوف ذا ان اي ام مع منه مع البنتا بيبتايد الان اي ام مع البنتا بيبتايد تشين حتى يدخله داخل السيل عفوا مو داخل عفوا يخلي يعني يوصل للاوتر ممبرين تمام. فعن طريق البايندينج ماته الى هذا الليبيد كير راح انهبيتنج اتس رول حيسوي انهبيشن للرول ماته ما راح يجي يرتبط مع الان اي ام وال انت بيبتايد تمام. هذا الشغل منه البكتيراسين. الفانكومايسين عندنا نيرو سبيكتروم خلينا نشرح حتى لا يطول الفيديو دقيقه.